هاي تشيري ليديز، اليوم بدي نبهكم على غلطة فادحة بحق الجمال دايما احنا بنعمله، واللي هي كيف احنا بنحط الفيس كريم على وشنا. بنجي بنعمل السكين روتين طبيعي، بنجي بدنا لفقرة نحط الكريم، بنجيب الكريم بنشيله باصبعنا وبنحطه على وجنا. نو، هيدي اكبر غلطة. واي؟ لانه ايدنا كلها بكتيريا وجراثيم، انا عم جيبها وحطها بقلب الكريم. بعد فترة حتقولي هذا الكريم كان كتير منيح على وجهي، فجأة صار يعمل لي حبوب. ليه؟ لأنه صار كله بكتيريا. كمان بعد فترة حتشمي ريحته حتلاقي في شي غريب منه الريحة الطبيعية. سو احنا شو بنعمل؟ بنجيب أبليكيتر، دايما هيدا منطهره ومنعقمه بالسانيتايزر بالألكول بسبيرتو وريفر قبل ما نحطه بالكريم. كل مرة منشيله بهالطريقة، بناخد كمية المناسبة لنا ونحطه على ايدنا وبس، وما بنرجع بنحطه أجين بعد ما يلمس السكين تبعتنا، وبعد ما نستعمله دايما دايما يبقى معقم. واحنا دايما قبل ما نبلش اي سكين روتين لازم ايدينا يكونوا نضاف ومعقمين قبل ما نحط على الوجه، لحتى ما يصير في عنا انفكشن وحبوب على وجهنا. وهابي بيوتي روتين.